السلام عليكم اخوتي اخوتي، مرحبا بكم على قناه الحميدي. اذا في هذا اليوم غادي نهضروا على موضوع اللي هو موضوع الساعه، وهو الدخول المدرسي. لكن قبل باش نهضروا على الدخول المدرسي، كنتمنى على انكم تكونوا دوزتوا عطله كلها فرح، كلها حيويه، كلها نعاس، كلها جد، كلها طبعا جد في الدراسه، كلها يعني نشاط، كلها لعب، كلها. اذا الان جاء وقت ديال الجد، جاء الوقت ديال العمل، جاء الوقت ديال الخدمه. اذا في هذا النهار غادي نهضروا على تاريخ ديال الدخول المدرسي. لكن قبل ذلك، هو الناس اللي مازال ما دوزاتش، اولا كتحس براسها مازال يعني مازال الوقت باش دوز العطله، كنتمنى على انها بروفيتي في هاد الايام القليله اللي بقات ليها، خصوصا يعني العيد جا مضغوط الى غير ذلك. فكنتمنى على انها تبروفيتي في هاد الايام القليله اللي بقات لنا على الدخول المدرسي، ثم يعني مع بعدها مباشره كيجي كما قلت لكم اليوم ديال الشغال، اليوم ديال الخدمه، اليوم ديال البريباري، اليوم ديال الفيق مع الثمانيه الى غير ذلك. اذا غادي نقول لكم التاريخ ديال الدخول المدرسي. اذا حسب البلاغ ديال الوزاره، فان الدخول المدرسي غيكون هو يوم الاربعاء 5 جوتنبر 2018 بالنسبه للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الاعدادي والسلك الثانوي التاهيلي اذا 5 جوتنبر هو الدخول الفعلي للمدرسه. اذا خوتي كنتمنى على انكم تكونوا كلكم حيويه، كل نشاط، كل ان باش نبداو سنه دراسيه ان شاء الله مليئه بالمسرات، مليئه يعني بالاشتغال، مليئه بالجد، مليئه باش ان شاء الله في اخر السنه ايضا نكونوا يعني فرحانين، نكونوا ايضا كلنا كنستمتعوا بالعطله. ما بغيتش واحد انكم ان ما يكونش كيستمتع بالعطله فالى غير ذلك. فان شاء الله انا غادي نكون طبعا القناه ديالكم راه الاشاره في الشغال، في يعني في شرح الدروس، في تبسيط واحد المجموعه من الاشياء. اذا خوتي خوتي ما تنساوش على انكم تابونوا في القناه، ثم تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد، ثم ايضا البارتاج، ثم يعني التعليق راني كنشوفهم ديالكم، ثم لايك. اذا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.